ابغى اجرب حاجه. هذه البويه طبعا يتم استخدامها بالفرشه، وانا بحاول استخدمها بالبخاخه دي. نجرب. ان شاء الله تزبط معانا. امسك كده صور بيتنا بس. ان شاء الله تزبط. بس ظبطت تريحنا كتير. هذه البوية أحسن من بوية البخاخ. طيب. هذا هنكون خفيفة شوية. وما عندنا مشكلة. أهم شيء يكون الطبط. هذا مقفل. بعد ما نخففها أكثر أو نزيد الضغط. هذه نخففها أكثر. صح يا قمر؟ هو كده ممكن يوصل كل مكان حتى ممكن يوصل. زمان يجيبوها رخام جدر ما في دخل جوا غرفة ما في مشكلة. هنا هنا دخل كشفة. حتى دخل غرفة ما في مشكلة. وش كنا هي هاي شايف ايش كده قمر؟ بس خلاص؟ صدف صدف.
اشبك كهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. اوكي.